السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصطفى من دوار لحونة. الحالة مدروشة والحملة خفيفة والناس راها ضايعة في العيشة، والوقت تكرست بزاف، وبنادم راه صافي راه يندب ويحندب. سي نبيل، هنا كاين واحد الناس اللي هما من ديك كوفيد 19 اللي قلت لهم عيطوا، راه ما استفدوا حتى شي حاجة في الدوار. هي جات طرطارة أخرى، وراه سجلتها الطرطارة. زيد أصاحبي زيد. المهم في الدوار ما كانت لا استفاده من 19 ولا 19 كوفيد ولا والو خويا، ما كان حتى شي حاجه، غير كذوب في الكذوب، غير شدوا لك الهضره يقول لك راك مكلاصي انت 300 ولا 400، وما كاينه حتى شي حاجه، ما بانت والو مع التعاونيات الناس المساكين، والناس راهم ضايعين وعايشين مساكين مكرفصين، والحاله مدروشه، عندهم البسط شيشه، وحياتهم ما دايراش عوجه. والحمد لله على بلادنا، والحمد لله اللي غادي تكون هاد التعاونيات من عند الناس المحسنين اللي كيعاونوا شويه، راهم يضغطوا على هاد الناس المساكين ويعاونوا اليتامى والرضع. كنطلب الله يجازيهم ويزيدهم خير على خير، ونتمنى لهم خير خير ويعيشوا الجنه. والسلام عليكم.